مشاهدينا متتبعينا على القناة الوطنية الأولى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الاجتماعي عيون على الواقع. فريق برنامجنا اليوم يحط الرحال في ولاية بن عروس، واليوم إن شاء الله باش نكونوا متواجدين في معتمدية فوشينة ومعتمدية مقرين. وضعية اجتماعية كالعادة نرصدوها مع الأخصائيين الاجتماعيين ونشوفوا سبل تأثيرها والإحاطة بها، ناخذوا عليهم فكرة من خلال مقتطفات من كلامهم في الفقرة هذه. عندي شيك مازال مش خالص، وعندي شيك في تدليس تحكمت 100 سنه ولدت في حبس راه اي دي عملوا لي الكارني، الكارني الابيض اي جيني منه ماندا. تعرضت للعنف بركاش، دونك تضربت في يدي اليسار بسكينه 14 اللي يقولوا لها، دونك قطعت لي نيرف كوبيتال نتاع يدي. انا وصلت بنتي تبكي، معناتها تهريت حاشاك بالكوش وما عنديش باش نشري لها الكوش. قالت لي ما يهمنيش في برشا دبلومات، قالت لي انت شنو تنجم تعمل. الوضعية الأولى اللي باش نشوفوها هي وضعية لشابة تونسية غلطت، لقات روحها في مناسبة أولى وراقض بين السجن ثم دخول السجن في مرة ثانية، والمرة الثانية كانت أصعب من الأولى لأنها وضعت مولودتها في السجن. كيفاش تصرفوا معاها، كيفاش تحركوا شركاء الخدمة الاجتماعية، كيفاش تمت الإحاطة بها والإحاطة بالمولودة، هذا كله نشوفوه مع بعضنا من خلال الزيارة. فريق برنامج عيون على الواقع يرصد وضعية اجتماعية أخرى أطرها الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بفوشانة من ولاية بن عروس. مرأة شابة وقعت في الخطأ والخطيئة واللي خليها تدخل السجن في وضع طفلتها، مما استوجب تدخل الأخصائية الاجتماعية وشركاء الخدمة الاجتماعية. بالنسبة للوضعية هذه تم التعهد بالحالة من طرف مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بنعساء في إطار العمل الشبكي، حيث كانت المعنية يعني سجينة، تم التعهد بالأم، الأم والحفيدة المعنية سجينة وقت ولدت بالبنية هذه غادي احتضنتها الجدة. معناتها اللي نفهموه اللي الأم دخلت السجن شنو التهمة؟ هي حامل، تدليس شيكات، تدليس شيكات، وكانت حامل في الوقت الشهر هذاك الرابع. أيوة. والولادة؟ الولادة تمت بالسجن. أيه. ووقت اللي بلغ عمر البنية عامين احتضنتها الجدة. أيه. ما كانش فما إشكاليات ولا مشاكل في احتضان الجدة للحفيدة؟ ما كانش فما تدخل منكم الوقت هذاك؟ نحن التدخل كانت تعاني يعني من صعوبات مادية، تم التدخل يعني الفوري والعاجل للجدة، تمكينها من المساعدة المالية هذيك الشهرية 220 دينار لفائدة يعني الرضيع. وهذا يسمح به القانون أنه وقت تكون الأم في السجن وفما حفيدة برا نجموا نصندوا معناتها المنحة هذه للجدة. نحن في إطار التدخل يعني الاجتماعي تم التعهد يعني بأسر المساجين وإلى المصرحين وإلى المصرحات من السجن، تم التعهد يعني بالجد وتمكين المساعدة المالية إضافة إلى إضافات يعني ظرفية مادية، سواء يعني مادية وإلا لبسة وإلا طرد غذائي وإلا يعني الفلوس باش تشري بها الدواء وحفاظات وحليب. شكون أحل لكم الحالة هذه؟ اكتشفتوها أنتم مباشرة؟ فمشكون نعرف خاطر عندكم عمل شبكي مع بعضكم؟ في إطار العمل الشبكي ما بالتنسيق مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي نعساء. إيه هما اللي وجهوا لكم الحالة؟ وجهونا الجدة. أيوة. بعد ما خرجت يعني المعنية من السجن تم التعهد بها، تمكينها من المساعدة المالية ودفتر علاج مجاني لفائدتها وفائدة الابنة. تما دا منيرة كي تقول لي سجينة، تعرف العقلية التونسية اللي هما ما يقبلوش يعني طفلة دخلت السجن وتعاود تندمج بسهولة في العائلة، فمش كان تدخل ربما للإحاطة بنفسية العائلة شوية بأنهم تدمجوا البنية يعني تعاود ترجع لعائلتها وتكون ما فماش مخاطر؟ على اثر يعني خروج المعنيه يعني من السجن يعني تم التعهد بها يعني اجتماعيا من طرفنا احنا كاخصائيين اجتماعيين، وتم التعهد بها زاده نفسانيا من طرف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بنعسان، وتم التعهد بالعائله ككل وذلك من خلال يعني تخفيف من حده التوتر بين العلاقات، سيرتو خاصه يعني ما بين علاقتها هي واخواتها. الخوها الذكر يعني كان رافض يعني رجوعها للمنزل في اول مره،
وبعد يعني تو عايشه مع عائلتها وقبلتها واللي زاد يعني يحسن العلاقه وجود الرضيعه، خاطر الجده كانت يعني متعلقه برشا برشا بالحفيده، فهمتي؟ هذا اللي سهل علينا يعني، وهي قاعده تعاون في بنتها يعني وحاولت باش ترجعها للدار. على اثر خروجها من السجن فما كضايعه شويه، بدات تلقى طريقها، كيفاش كيفاش هي وضعيتها؟ يعني في البحث عن عمل يعني كانت تلقى صعوبه، اي بلاصه تمشي لها يعني يرفضوها، سيرتو كي يطلبوا عليها يعني يعرفوا اللي هي سجين، هذيك كانت تلقى صعوبه برشا. وهي تحب تخدم يعني وتحب تعاود حياتها من اول وجديد، ما قاعده تلقى في صعوبه. تو يعني الفكره اللي عندها انها تحب تعمل مشروع. بعث مشروع يعني. المشروع هذا على طريق منظومه؟ عن طريق مركز الدفاع والادماج الاجتماعي. اللي هو الشريك نتاعكم في الحاله هذه. اما هي تو مازالت يعني في مرحله يعني بلوره الفكره، مازالت مش عارفه شنو نوعيه المشروع بالضبط اللي باش اللي باش تخدم عليه. به زيارات عندكم؟ زيارات للعائله تمشيو دو طون زون طون؟ هي تجينا ديما، هاني قلت لك تتمتع بأعني الظرفيه يعني، تجي مره على القليله في الشهر تاخذ يا اما طرد غذائي يا اما لبسه للبنيه يا اما يعني يعني ظرفيه ماديه في حدود 100 دينار. مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بنعسان هو المكتشف الاول للوضعيه، بما انه من مهامه الاحاطه بالسجينات داخل السجن، واليوم قاعد يتخذ في اجراءات لمنح مورد رزق في اطار التمكين الاقتصادي. تم التعهد بالوضعية في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل، خاطر نقوم كفريق عمل كامل متكون من أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي، نقوم بزيارة دورية للسجن المدني ونحاول نتعهد ونشوفوا مشاغل السجينات اللي تابعين لولاية بن عروس ونخدموا على الأساس هذيك. بالنسبة للوضعية المعنية، أول مقابلة كانت خلال سنة 2019، وكان الطلب متاحة لكونها هي تحب ربط السيلة بينها وبين الأسرة متاحة، على خاطر كانوا رافضين قطعين لكونوا يزوروها، وخدمنا على الأساس هذيك في المرحلة الأولى. وبعد السجينة خرجت وعودت رجعت للمؤسسة السجنية في فترة قصيرة في فترة الكورونا، ووقت اللي رجعت للسجن هي وقتها رجعت حامل. دونك احنا كعملنا زياره للمؤسسه السجنيه في مرحله ثانيه، كانت معاها بنتها. الطفله هذه عديت فتره مع امها، في الفتره اللي باش تخرج فيها احنا معناها عملنا زياره نتاعنا، قمنا احنا على الاساس هذه بالتنسيق مع الوحده المحليه الراجعه بالنظر لمقر اقامه الاسره نتاعها، ونسقنا معها. واحنا بعد كملنا معناها مع السجينه وقت اللي خرجت. اول ما خرجت السجينه جيتنا هونيا للمركز، وقع زاد التعهد بها، قمنا بزاد بالتنسيق مع الوحدة المحلية في إطار تحويل المساعدة المالية والمنحة المالية المنحة القارة باش ترجع باسم الأم، على خاطر كانت باسم جدة للأم. شو التدخلات الأخرى اللي عملتوهم مع الحالة؟ قمنا بالتنسيق مع جمعية محامون بلا حدود قصد تمكينها من الخدمات القانونية خاصة في إثبات النسب. قمنا كذلك بالتنسيق مع العديد من الجمعيات وخاصة جمعية ديار السبيل اللي مكنتها من العديد من المساعدات. مدام حياة، بعد المراحل هذه الكل قطعتوها انتم مع الوضعية، إذا ريتويك وصلتوا مع المرحلة تحبوا تبعثوا لها مشروع خاص؟ هو الاقتراح كان منا، خطر الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقلالية المالية، احنا نحبوا نحميها ما نحبوهاش تعاود ترجعنا للمؤسسة السجنية. لذلك قمنا معناها باقتراح معناها منكم انتم منا احنا، لكونها تنتصب للحساب الخاص من خلال بعث مشروع من خلال التمكين الاقتصادي في اطار التمويل العمومي لوزاره الشؤون الاجتماعيه. وكان على الاساس هذيك واستكملنا الملف وخذيت الموافقه المبدئيه، واحنا بصدد استكمال الاجراءات باش تكون هي فاعله. علاش ليه؟ معناها هي ما تشغلش معها يد عامله اخرى وتكون عنصر فاعل في المجتمع وتحقق معناها ذاتها وتنجم تهتم ببنتها وتهتم بالأسرة متاحة وتخرج معناها من الدائرة الضيقة اللي كانت فيها. الخطأ والخطيئة زوز طرقات نهايتهم فيها برشا بشاعة، والمرأة اليوم موضوع الإحاطة ما زالت تبعات غلطتها تبع فيها. البنت تعاني من الصراع، الأم دون مورد رزق، العائلة مهددة بالخروج من المنزل على وجه الكراء، والوضعية متأزمة. نورمالمون يستنيو فينا جماعة ناسقين معاهم. اي كلمتها بالتليفون. اي السلام. السلام عليكم. لاباس؟ عايشك نجم ندخل؟ يعيشك، شنو احوالكم؟ لاباس. يعيشك الحمد لله.
احنا اليوم موجودين بحث الوضعية اللي تتعهد بها الأخصائية الاجتماعية، كما تعرفوا نعمل زيارة للمنزل، حبيت نرحب بها ونشكرها الساعة اللي قبلتنا بحثها. أهلا وسهلا ومرحبا بك. شنو أحوالك؟ الحمد لله. شنو أحوال البنوتة؟ الحمد لله. الحمد لله. به خليني لقدش عمرك أنت تو؟ أنا عمري 37. 37 سنة، مازلت شاب، ها مازلت الدنيا قدامك. إن شاء الله إن شاء الله. به نحكي شوية على الوضعية، أنت كنت في السجن. إيه. شنو السبب؟ تدليس شيك. تدليس شيك، وشكون لازمك تدليس الشيك هذا؟ علاش دخلت فيه المرحله هذه؟ غلطه صغر شنو؟ غلطه جيت وعندي شيك مازال مش خالص، وعندي شيك فيه تدليس تحكمت 100 سنه مره الاولى. 100 سنه؟ اه. وقت انا حبل بنتي جاتني كالصدمه، معناتها 100 سنه غيابي راه. من بعد كي صفيت في 5 سنين، دخلت حبل بنتي في الاربع اشهر. يعني هذه اللحظه الفارقه انك انت دخلت للسجن وانت حامل. اي انا حبلها. ايوه، كان فما خوف وانت داخله السجن في الوضعيه هذيك؟ بتبيع حبله ولا عندي حتى حد. انا كنت نشوف كيفاش ولدت، الحمد لله الحق يرحم ولدي. مره السجن معناتها في عندك في الصغار ما يرحموش، معناتها الصغير أي. ابجل من كل شيء. اي اما واحد مش كيما ممكن مع دار واحد ولد في حبس راه. اي معناتها هو البنيه قعدت معاك مده السجن؟ قعدت معايا للعام وشهرين وخرجتها لهم. وحتى في بنتك عندك وضعيه خاصه يظهر لي. بتبيع. اي طبيعي. معناتها البنيه هي ابنه غير شرعيه. ابنه غير شرعيه. دونك كنت تخمم في اللحظه هذيك باش تعمل وضعيه كامله، عندك سجن، بنيه حبس وبنيه ومشيت امي وقت قالت الاسره وقتها عمرها في 6 اشهر ما حبش تخليها غادي، وعاملين معها البيره في دواها في شده كريزي خرجوها بالوقت الحبس، عاملين معها البيه بخص مع الصغيره، عاملين معها البيه عايز حاجه تلبسها الحق. ما نحكي لك حتى امي تجيبليش امي يعطوها في عيد، في العيد امي كستها وما جا يعطوها الحق. اما كل أم كل ام ذبيها بنتها تكون برا تكون حره طليقه. امي حبتش وقتها ولات تفهم وكل شيء، تسكر الباب ولات تبكي، حتى تو كي تسكر على الباب تولي تبكي خاطر حاسه بك الوضع اللي هي فيه. تاع الانخلاق كي تسكر الباب ماذا بدي ما حاجه محلوله، ديما شباك محلول، ديما باب محلول. العلاقه بينك وبين الوحده المحليه النهوض الاجتماعي بفوشينا كيفاش تكونت؟ يعني كيفاش عرفتهم؟ عرفت لي هما ينجموا يعاونوك؟ احنا عندنا مدام حياه تجينا للحبس، اي المرشده نتاعنا نتاع الحبس. ايوه هي اللي معناتها مكفله بي كل شيء. انا كي روحت ما نعرفش مرشدين، ما نعرفش، عمري ما مشيت. ما عندكش حتى فكره؟ والله انا نعرفهم، انا نعرف مرشدين، انا نعرف من انا نعرفهم، ما نعرفهمش. حكيت لك مشيت لمدام حياتي، جات انا روحت في رمضان وقت باش نعيد لبنتي وما عنديش، ما نكذبش عليك. أي. مشيت لها بعديك عرفت مدام منيره ومدام سعيد محليه. أيوة. مزيده ومدام روضه اللي يعاونوا فيك. لا يرحم ولدي معاك. فما منحه كانت تخفيها امك ولا تخفيها انت؟ هذيك الماندا نخفيها انا خاطر كانت بكفاله امي. قداش المقدار نتاعها الماندا؟ 220 دينار. أي. كرني لبيضة ذيك الكرني الحق العادي، نستحق حاجة الحق يعطوني مساعدات ظرفية عيادة يعطوني. يعني ساعات نمشي حتى المدام روضة تقول زادة تعطيني، تقول لي باري المدام سعيدة تعطي كل مدام منير. زادة هما عندهم حكمة راهو، معناتها عندهم كل شيء يحكم فيه، ما تنجمش ديما باش تعطيك ولا كل حاجة عندهم حكمة، هما يخدموا زادة على رواح. ساعات تضيق بيا من الدنيا نمشي المدام منير نبدا نبكي شوية هكا مسكينة تحن تعمل. يعني تحسن كيما عائلتك ولا عائلتي؟ اي خاطر لي توا الحقيقه والله مش خاطر الكبيره، لا والله كي دخلوا محبه كبيره ويبوسوا في بعضهم يعنقوا كانهم عائله واحده. مدام منيره نحب عندك هي وعندك مدام سعيده. اي الحق عليهم باهيين. هي مدام روضه هي المديره، معناتها تقبل العباد، معناتها نورمال مديره ما تقبلكش العباد، نمشوا لها نشكولها وتقبلنا. اللي في بالي به انه فما امكانيه نتاع بعث مشروع الفايدتك ينجم يحل لك المشكله هذه في حياتك زعما؟ ان شاء الله على الاقل حتى للبنيه ان شاء الله. نحسك متألمة على خاطر بنتك. بالطبيعة يا أخي كما أنت 220 تو، أنا خاطر حكم علي طبيبة عندي مهزين نزر طبيبة بسعدون، عندها طبيبة تتعدي عندها حكمت علي بالروضة. إي اللي هي الروضة عامين ونص معناتها من الجدار. هي طفلة عندها إشكالية صحية. إي تاخذ في الديباكير عندها نوع من نوع السرعة. خاطر مهمشها فهمتي مش خليها إشكال معناتها ولا ساقها بالسيف تركز عليها ساعات تطيح ساعات. قالت لي الطبيبة هزها للروضة، مشيت الحق المدام منيرة قالت لي حتوصل 3 سنين نحطوا لك بلاش. والطبيبة قالت لي تو يلزمك تحطها كي توصل 3 سنين بدلها من الروضه هذيك. ايوه مشيت حطيتها في روضه الحق يرحم والديها زاد الروضه ما طلبتش عليه برشا 100 كل شهر مش كيما الصغار الاخرين 150. اي عملوا لك يعني تخفيض. تخفيض هكوتيها وما يكرهوا ولا اليوم لا هزيت لها شيء خاطر الحق مسكني يعطوها ما نكذبش.
ما تجيش قدام الصغار ما نحبش، انا بيت تغيضني نقول شبيه مشيت هكاك ولا حبك كيما الصغار الاخرين. من حقك انت ام كيما لميت الكل والامومه ما تعرفش فيها. باش في حاجه الحق مادام منيرك تبدا ثم ما يعطوني ولا ما ثمش ما عندهم يجيبوا. اي معناتها تحب تعمل مشروع ماذا بيك توفر لبنتك حاجات وحدك تشري لها اللي تحبه حتى ماكلتها حتى اي حاجه فهمت. اي وضعيه بنتك في الدار تو كيفاش تعيش؟ باش متوفر باش نومها باش انا مادام حيات اللي هي المرجده نتاعنا تاع الحبس بعثتني جمعيه السلسبيل. جمعية ذي مثلا عمني عرفتهم وقت اللي روحت بعد ما حكيت العيد كبير وقتها في العيد كبير عطوني وقت نتاع العيد والكل عطوني قاضي كل شيء وكي يبدا عندهم كلشي يعطوني كلموني يقولوا لي جازي الكلشي. عندك مشكله مع المجتمع توا؟ المجتمع ما دخلت حد انا توا. انت ما دخلت حد؟ دخلت حد. بنتك ما عندهاش قلق؟ لا لا مازالت صغيره. دونك مازالت صغيره ما تعرف حتى شيء ما عندي حتى شيء. ساعات تضيق بيدني قلت لك ليش مادام منيرة نبدا نحكي معاها. حضره روحك للدنيا بخوشين مو كيفاش باش تكون؟ مازلت ما تعرفش؟ انا لتو لحد الان واحد مازال مريض من الحكايه هذيك. ان شاء الله ربي يفرجها. عايشك ان شاء الله. عايشك. الأخصائية الاجتماعية مازالت تتابع في الوضعية محل الإحاطة لأنه مازالت ما وصلتش لبر الأمان ومازالت تعاني من الضياع رغم حصولها على منحة وإعانة ظرفية ومادية. ديما مدام منير صبا لاباس؟ الحمد لله. عايشك مدام منير. بحكم انك نقلت من الدار القديمه يعني جيتك تو باش نعاود الزياره الميدانيه اللوحه اللمسيه. مرحبا بك. شنو يقف على مدى التغييرات سواء الوضعيه السكنيه والوضعيه الاجتماعيه؟ وضعيتك تشوف فيها وحدك وضعيتي صعيبه ياسر وانت في بالك مدام منير بكل شيء. وين وصلت في البروجي؟ مازال قالوا لي مازال. هي انت بلورت الفكره حضرت شنو باش تعمل بالضبط؟ عطيت اوراقي وعطيت كل شيء قالت انا عيطت لك. وشنو المشروع؟ في بالي مشروع كاسكروتات انا ملي والبنيه تو دخلتها للروضه. اي ما قلت لك الطبيبه حكمت عليا باش نحطها في الروضه. وخديش تخلص فيها كل شهر؟ مية كل شهر. ما دبرتش خدمتي تو قاعده ماكش تخدم؟ ما في بالك ما انت لوش هالمعامل ما قال لي ما تخدمش ما خاطر الكرني يقف لك. الصبين يقف فيك يصبوا عليك يعني يتنحى الكرني والبرا كل مره كل واحد شنو يقول لك. هكا لقيت ساعات هكا تعيط لكش حد تنظفي ولا حاجه ما ثماش نقاط. شوف في جاردوري ولا حاجه تلقاش منظفه ولا والله شفت مدام منيره شفت ما نكذبش عليك يا اخي شكون عندي بنيه شكون بها وخاصة الدويره راني كل جمعه نختار في باكو دي باكين 48000 اي دي باكين غاليه. عندي تعرف كل شيء وقوتي هو ماكلتها وشرب وحليبها وكوشه جربت جت الجمعيه كيبدا عندهم كل شيء يقولوا لي جهز كوش على روح. تعطي فيه كل شهر الجمعية؟ جمعية كل شهر تعطي فيه. جمعية سلسبيل؟ جمعية سلسبيل يرحم والديك ووالديه. كوش وحليب؟ الحليب عادي تو ماشي تشرب؟ الحليب تشرب ولا تشرب هاوكا ببرونات. يعطيك في باكويت؟ لا الحليب لا ما يعطوني في معناتها فلوس يعني فلوس الحق عين نظر فيه مادي كل شهر هذيك كنت تبدا ثما دبش ولا حاجة قد يقول لي هز يعطوني فرش عطوني ملفات كروسة خاطرتها ما جتني عينة الدار وش ما عطتني كروسة يعطوني كل شيء الحق يرحم والديه. هذه الجمعية ما نعرفهاش انا بعثت لي لا مدام حياة. الوضعية الثانية باش تشوفوها معنا اليوم احنا نعتبروها الحقيقة وضعية مفاجئة. المصور الصحفي سليم بودالي كنا نعرفوه نلقاه في جرة التظاهر الثقافية وغيرها. ايضا نلقاو صور نتاعو في جل الصحف التونسية. هو أيضا من الوضعيات التي تحيط بها وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديدا الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمجرين لأنه سليم تعرض الحادث خلف له إعاقة مكتسبة خليه في حيرة من أمره شنو نجم يعمل في مستقبله مع الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية في مجرين لقى الحل ونشوفه على الشكل هذه اليوم. فريق نتنقل معتمدية مجرين بنفس الولاية بنعروس والتحق بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي للاستعلام حول وضعية المصور الصحفي سليم بودالي وقائع وحيثيات حولته إلى حريف للخدمة الاجتماعية ومحل تأثير من طرف الأخصائية الاجتماعية. السلام عليكم. عسلامة. مرحبا. وعيشك. تفضل. احنا تو موجودين في الوحده المحليه للنهوض الاجتماعي بمجرين بحث مدام سونيا الججري اللي هي رئيسه الوحده وباش تعطينا اكثر التفاصيل على الوضعيه اللي كنت انا بكري شويه قدمتها لكم. مدام سونيا اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكامل فريق برنامج عيون على الواقع.
احنا موجودين بحذاك اليوم، اخترتوا لنا وضعيه سليم بودالي اللي قلت لهم اللي هو راهو موجود في عالم الصحافه معنا، لكن برشا ناس ما يعرفوش اللي سليم انطلق معكم انتوما. لو كنت تعطينا الحيثيات كيفاش جاكم سليم، كيفاش تم اكتشاف الوضعيه نتاعو؟ سليم تعرفنا عليه كطالب خدمه، ووقتها جينا طالب الحصول على بطاقه اعاقه، لكن واحنا في مسار اعداد البطاقه الاعاقه تبين وانه سليم ما يتمتعش بتغطية صحية، وإحنا في إطار تدخلنا الشمولي وتعهدنا بالحالة يعني لازم نوفر كل ما هو في صالح المواطن بالأساس. وجهناه لإعداد ملف للحصول على بطاقة علاج، خاصة وأنه في الفترة هذيك كان بصدد الإعداد للقيام بعملية جراحية. على ذلك وجهناه باش يعد ملف لتسجيله ببرنامج الأمان الاجتماعي، وبالتالي تمتع بتغطية صحية. بعد ما تحصل على بطاقة الإعاقة وبعد ما تحصل على بطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة، سليم تمتع بالمساعدات المدرسية، تمتع بالمنحة الشهرية للأبناء، هذه يعني ضمن الخدمات المقدمة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. بقات علاقتنا بسليم في إطار تعهدنا بالحالة، في إطار تعهد شمولي، وفي إطار مسار شامل. معناتها ما تقفوش الحد وين طلب المواطن، هو جاكم طالب بطاقة، لكن يظهر لي انتم التدخلات نتاعكم متواصلة بحكم انكم تعرفوا يعني حيثيات على الحالة تخليكم تطبقوا برامج أخرى. بالضبط، احنا المواطن كي جينا ما نقدمولوش قالب جاهز، يعني نواصلوا معاه، نبقاو في متابعة لوضعيته ونتجاوزوا من الفرد للعائلة، يعني التدخل يكون من ناحية شمولي والتعهد يكون كامل. في خلال يعني جمع المعطيات مع سليم جينا من بعد، كان في وقتها مازال كيتصرح من العمل متاعه، طلب منا إمكانية أنه ندخلوا له في شغل وإلا في الحصول على أي رخصة اللي تساعده، خاصة على عائلته، خاصة عنده تلاتة صغار بالطبيعة وعايش وقتها وضع مادي صعب شوية. احنا بالطبيعة الجانب الإنساني لدى الأخصائي الاجتماعي رانا أتاك اللي ندخلوا به مع كل وضعية. سليم وإحنا في إطار جمع المعطيات عليه تبين وأنه صاحب شهادة في الكفاءة المهنية في التصوير الفوتوغرافي والشمسي، لذلك اقترحنا عليه آلية وبرنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة ومحدود الدخل المسجلين ببرنامج الاجتماعي وذوي الإعاقة، وهذا البرنامج يهدف بالأساس للخروج بهذه الفئة الهشة من دائرة الفقر وتحسين ظروف معيشتها، وذلك بالانتصاب للحساب الخاص وبالتالي الاندماج بسوق الشغل. سليم بالأساس هو إنسان فنان، زاد ورانا خدمته، زاد شجعنا أن نزيدوا نقدموا معاه، خاصة أنه برنامج التمكين الاقتصادي وبحكم احنا الاخصائيين مؤدين القسم على اداء الامانه لمستحقيها، على ذاك يعني يلزم الامانه نتاع هذا البرنامج تمشي مع ناس. من ناحيه سليم عبر لنا على جديته، سليم شفنا فيه الطموح، شفنا فيه الانسان ديناميكي، انسان قادر على انه ينجم ينجح في هذا المشروع. من ناحية أخرى عبرنا أنه ما يحبش يبقى طالب المساعدة، أنه يحب يحسن من وضعه، أنه يحب يستقل بذاته، أنه يحب يوفر دخل قار اللي يضمن له كرامته وكرامة عائلته بالطبيعة. أيوة، فاش تمثل هالمساعدة هذه؟ شنو أعطيته بالضبط؟ بعد إتمام ملف بالطبيعة متاع الملف الخاص بمشروع التمكين الاقتصادي والعرض على اللجان الجهوية والكل حظي بالقبول، وسليمة تحصل على آلة تصوير قيمتها فاقت 15,000 دينار. أيوة. مع العلم انه برنامج التمكين الاقتصادي يمكن بعث مشاريع تفوق يعني سقف 50 مليون دينار، يعني احنا ديجا كانت عندنا برنامج بعث مورد رزق للاشخاص ذوي الاعاقه القادرين على العمل
كانت المبالغ بسيطة يعني مشاريع صغرى، كانت في بعض الأحيان تنجح في بعض الأحيان ما تنجحش. تفشل لأن صغيرة. رأس المال الصغير من ناحية، وربما عدم جدية بعض المواطنين بعض الحرفاء يعني في هذه المشاريع. أي واضح. به احنا باش ننتقلوا نمشيو بحدا سليم باش نزيدوا نحكيوا معاه اكثر. اكيد انت في سيروره التدخل نتاعك ديما تزور تمشي تشوف تتفقد، هذا باش نعينه معاك ايضا على عين المكان. لكن نحب الاضافه في اطار اللي قدمناه مع سليم انه الهدف نتاع التمكين الاقتصادي هو الخروج الوصول بالمواطن من الامان للضمان، وهذا اللي حققناه مع سليم. توا فريق برنامج عيون على الواقع باش نتلقلوا لدار سليم بودالي، نزيد نتعرف على الشخصية أكثر، هذه نتعرفوا على العالم خاصة عالم التصوير نتاعو. بطبيعة ترافقنا الأخصائية الاجتماعية السيدة سونيا ججلي، احنا باش نحكيو معاه مدام سونيا باش تحكي معاه في إطار سيرورة العمل نتاعها. تفضل. سليم اليوم يعاني من إعاقة مكتسبة، في غفلة منه يوقع الاعتداء عليه بآلة حادة خلته يعاني من سقوط دائم في يده، لكن الشغف متاعه بالتصوير الشمسي وروح الفنان اللي فيه وتوفر برنامج التمكين الاقتصادي خلاونا اليوم نراو شخص يشع أمل وحلمته تكبر ويلتحق بعالم النجومية والصحافة. دونك احنا توقع وصلنا لدار سليم. أيه. ايه سليم دارو ملك. دارو ملك انتقل كان في حانوتة هو وبعد جاي لهنا عمل استوديو متاعه. شو صدق؟ اي مرحبا بك سليم. مرحبا. شحوالك؟ حي. احنا تو موجودين في منزل سليم بودالي، حكينا عليه بالقدام على الاخصائيه الاجتماعيه السيده سونيا ججلي. تو احنا موجودين بحذاه، نحب نقول لكم راه سليم من الحاجه اللي تميزه انه شخصيه طريفه الساعه، معناتها القاعده بحذاه محلاها تسمع منه حكايات محلاهم، وخاصه خاصه انه شاب مناضل وتو تشوفوه وين وصل اليوم. اهلا وسهلا ومرحبا بك سليم. عسلام. مرحبا. مرحبا بكم بحذاه. والله الحمد لله. الحمد لله. سليم باش نبداو معاك بدايه دراميه شويه، باش نرجع شويه للحادث الاليم اللي صار لك واللي خليك تحمل بطاقه اعاقه. جيتي اغريسي دونك تعرضت للعنف براكاش، دونك تضربت في يدي اليسار بسكينه 14 اللي يقولوا لها، دونك قطعت لي نيرف كوبيتال نتاع يدي، دونك عملت برشا عمليات للي سونساسيون طارت معناتها من يدي، ما عادش نحس، ساعات ترقد الاعصاب يعني نتاع اليد تقطع عليهم. الاعصاب نتاع يدي تقطعوا، يدي اليسار. اي وكنت معرض للبتر. هذا هو، كنت معرض للبتر والحمد لله الدكاتره معناتها قاموا بالواجب، وقعدت 13 سنه وانا نداوي في يدي معناتها، وان شاء الله لاباس. اي باش نوصل معاك للحظه الحاسمه اللي مشيت فيها للوحده المحليه للشؤون الاجتماعيه بمقرين، شكون وراك ثنية؟ والله الحقيقه وقت اللي ذاقت بيا الدنيا دونك فما مويا اسمه الانترنت، معناتها قعدت نعمل في دي ريشيرش وكل شيء، نلقى اللي انا عندي الحق في بطاقه الاعاقه اللي تنجم توصلني لحاجات اخرى. وكانت الفكره من الاول ما كانش البرنامج هذا الكل، كنت انا طالب اعتماد باش ناخو بطاقه الاعاقه رخصه الدخان اللي باش تكفل لي ولادي معناتها. اي حبيت نقف معك هوني. اسوء اللحظات اللي عشتهم سليم وقت اللي بالحق ما عندكش باش تكفل عائلتك. والله اللحظات الخايبه اول حاجه انك تمشي لامك بار اكزومبل باش تاخو من عندها فلوس باش تنجم تاخو قوت صغارك، هذه من المرحلة الأولى. وأكثر حاجة حازت في نفسي وخايبة على الأخر اللي بنتي وصلت تبكي وأنا ما لقيتش باش نشري لها الكوش، معناتها أبسط حاجة بنت 6 شهور دونك تعبتني على الأخر، أما الحمد لله خلقت من الضعف قوة. به ولحد الان لحد الوقت هذا اللي تحكي لي فيه انت في علاقه بالوحده المحليه للشؤون الاجتماعيه. أي. وما كنتش تعرف ان نجموا يبعثوا لك مشروع. لا. به كيف جيت الحكايه، كيفاش مشيت حكيت المشروع؟ ديريكت معناتها قابلت رئيس الوحده مدام سونيا،
دونك حكيت لها الوضعيه وكذا، قالت لي عندي عندكش ديبلوم؟ قلت لها راه عندي برشا ديبلومات، اما قالت لي ما يهمنيش في برشا ديبلومات، قالت لي انت شنو تنجم تعمل؟ فاش تحس روحك مرتاح؟ كيفاش تنجم تقدم؟ قلت لها الحقيقه راني انا مغروم وطموحي اني نعمل استوديو نتاع فوتوغرافي وراني نحب نقدم فيه الدومين. قالت لي راهو المشروع راهو سيزونيه وندرجني. قلت لها راهو اليوم يرتبط عالم الصوره بالرقمنه. قناتهم الحمد لله ومكنوني معناتها الحقيقه، معناتها طلبوا مني وثيقه عطيتهم لهم وعملوا دراسه نتاعهم وبعثوني للمكتب التشغيل بطاقه اتصال، خاطر واحد ما عندوش فلوس معناتها يلزمك ايتود دو بروجي، ليتود دو بروجي ساكوت. هما في وزاره الشؤون الاجتماعيه معناتها عندهم بطاقه اتصال يبعثوها البيرو دومبلوا باش هما يعملوا لي ليتود دو بروجي زاده مجانيه. اي تحسنت الامور اللي وصلت له الحمد لله، معناتها حقق لي الاستابيليتي فاميليا. اما الرضا مانيش راضي على روحي، خاطر مازلت النجم نعطي ما اكثر باذن الله. الحمد لله معناتها قاعد نقدم وعندي دي بروجي وعامل دي بلون اكسيون. ساعات نستحقوا ان نخدموا ناس اخرى معانا زادة. الحمد لله وصلنا لمرتبه ان خذينا الكلاسمون 9 على ليشيل انترناسيونال في لي فوتو ارتستيك سينيماتريك بيد غربا. دونك خاطر لي عقب عمرها كانت عايق، وكانت مدام سونيا معناتها ديما مشجعتني وديما يتبعوا فيا الحقيقه. وزاره الشؤون الاجتماعيه قدم لهم تحيه، راهو من اصغر واحد لاكبر واحد الكل يتبعوا فيا في الباج. نحن حاسبين نواراتهم اللي من لا شيء خلقوا منا شيء، وفما برشا فينا يخدم في برشا ناس اخرى من الانطلاقه هذيك. معناتها ذوي الهمم اللي وزاره الشؤون الاجتماعيه ما تحبش كلمه معاق، فهمت؟ يقولوا ذوي الهمم ولاو يخدموا في الناس اللي هما ما يحبوش يخدموا جهد القهوه. سليم نحب نشكرك على اللقاء الممتع اليوم، اكيد عطيت برشا انرجي وبرشا قوه للشباب اليوم باش ينطلقوا، خاطر الناس كل مش في بالها اللي الانطلاق تكون كان بالموارد الخاصه والا نضيعوا، لكن انت في رحله البحث نتاعك وصلت للي فيه انت اليوم. سليم اليوم خرج من الامان الى الضمان، ولا واقف على ساقيه عائل لنفسه ولعائلته وطور مشروعه، لكن الأخصائية الاجتماعية ما زالت تتابع فيه إلى حين الاطمئنان على استقرار وضعيته اللي تحسنت بامتياز. مرحبا بك سليم، أنا اليوم جيت في إطار متابعة مشروعك اللي تحصلت عليه من برنامج تمكين اقتصادي لوزارة الشؤون الاجتماعية. حبيت نعرف وين وصلت، شنو اللي حققته بعد الفترة هذه اللي بقيت تخدم فيها، وشنو اللي البرنامجك القدام. مرحبا بيك مدام، نورتنا بزيارتك المعتادة. بريف كما تعرف معناتها وكما قاعدين تبعوا فيا الحمد لله، معناتها قاعدين نواكبوا نخدموا في التظاهرات الثقافية المهرجانات، قاعدين نحاولوا باش نطوروا من أنفسنا. هذا هو معناته. أنت تعرف سليم أنه بعد حصولك على الآلة التصوير الفوتوغرافية يعني وانتسابك للحساب الخاص، أنه عندك الإمكانية في الحصول على دعم للمشروع، اسكو انت مستعد والا تخمم في دعم مشروعك وبالطبيعه تزيد تتوسع اكثر؟ بيان سور، واحد اي واحد يطمح باش يزيد يدعم مشروعه، فهمني؟ ونحن بدينا بالدوله، فهمني؟ واي حاجه تجيب الدوله مرحبا بها. ماذا بينا معناتها ديما نطوروا ديما. بالحق راهو يشرفني برشا انها الدولة اللي هي قاعدة تتبع فيا، وقاعدة مش خاطرني من ذوي الإعاقة، خاطر نحن ديجا مدام كنت مرافقة معايا البرنامج اللي عملته لحساب الوزارة لتعريف برنامج تمكين الاقتصادي بعد انتفاعي به، مش كان معاقين خذاو معناتها، فما ناس أخرى خذيت. هذا ميساج نحب أنا نوصله. حاجة برك
الوزارة ما تمشيش بالقاعدة متاع لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها. دونك الوزارة تطلب منك اللي أنت تعرف تصطاد السمكة وهي توفر لك المعدات باش تصطادها. هذوما الوضعيات اللي حابين نسلطوا عليهم الضوء اليوم في ولاية بن عروس. شفنا الملابسات تختلف، لكن ديما فما الإحاطة الاجتماعية والهدف نتاعها واحد، هو إنقاذ التونسي وإدماجه في المجتمع، إدماج سوي. هكا وصلنا لخاتمة حصتنا اليوم. شكر كبير لوزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي شريك فاعل معنا. شكرا لكل الفريق العام. نتلقاو إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.